5 روم اكزوري تبقى فايف جراند روم بيرجع لك فايف جراند روم. ولو لقيت جراند كان عندك حدود عنكبوت بنفسجي على خلفيه من الفايبر تيشو تبقى فايف جراند روم انترا كاناليك ده عامل زي حدود عنكبوت كده. ولو لقيت جلال اللاين الغامق والستروما سيلولار نوع البنفسجي على خلفيه غيره تبقى مين؟ اندوميتريال هايبر بليز. فراغات كبيره وفيها حاجات بامبي ومفيش فات سيلز تبقى جويلر. ولو فراغات كبيره وفيها بودج بامبي وموجنس كده وفي فات سيلز تبقى سيلز. ولو لقيت ليفر وفي فراغات كبيره فيها ار بي سي. لو لقيت سكيل وفراغات متعدده مجموعة الليمف نود عندنا فالبيدوزس تبركز لينف ادرايتس كازين تبركز لينف ادرايتس برايتس كولوما شبابهم وارد الجوما وهاشيموتو ساوندايس. دول حاطينهم مع الليمف نود عشان شبابهم. النورمال لينف نود النورمال لينف نود عندنا او في كبسول كبسول وليمف فوليكل في نيم فولت ليه؟ في أجزاء من السلطة. يبقى دائما أنا بعرف إنها ليمف نود من وجود فايبرس كبسول والباك جراوند بقى البنفسجي خلاص. النورمال أركتكشر في الأمراض كلها بيبقى نص يعني ده النورمال أركتكشر بتاع الليمف نود إنك تلاقي كبسول وليمف فوليكل وليمفوتيش بس كل شرائح الليمف نود الأركتكشر بيبقى نص فما عدتش بشوف الليمف فوليكل. أنا بعرف إنها ليمف نود منين؟ من الكبسول والباك جراوند بقى البنفسجي. أول سلايد عندنا اسمها سالبيدوز نان كازيتين جينوما سالبيدوز خلاص. طيب سالبيدوز شايفين اهو ده الفايبرس كبسول اهو ده الفايبرس كبسول ده الباك جراوند اللي هو الليمفوتيش. فانا عرفت ده الليمفوت من الطرف كبسول والليمفوتيش. هنا في لوس اوف اركتكشر ما عادش عندي الليمفوتيش خالص. لوس اوف اركتكشر نتيجه انفلتريشن باي مالتيبل بين سيركمسكرايب سمول نان كازيتين جينوما. يبقى هنا الجايلوة بتاع السلبيدوزس كتار وصغيرين ومحددين سيركا مسكرايب كتار وصغيرين ومحددين ومحددين شوية خلاص. وأهم حاجة ما فهمش كازير ما فهمش كازير غريكوز. دول كلهم تيوبيركلون كتار وصغيرين ومحددين كتار وصغيرين ومحددين. حاجة تانية بيتكونوا من ايه الجايلوة دي؟ كل جايلوة منهم بتتكون من ايبيثيليوم سيلز لانجهان جوان سيلز دي اسمها ايبيثيليوم سيلز دي اسمها لانجهان جوان سيلز. شويه ليمفوسات قليلين هي بتبقى نيجاتيف جرينوما بتبقى نيجاتيف جرينوما ليمفوسات قليلين جدا او مش موجودين. وبيبقى فيه فايبر بلاست وفايبروزس الباقي ده كله فايبر بلاست وفايبروزس. طيب اهم حاجه زي ما قلنا في السايكلونز انه ما فيش كافيه ما فيش نيفر تلاقي كافيه. شاور لي تقول ايه ده ايه؟ دي الابيثيليوال سيلز دي لانجهان جوان سيلز. طيب الابيثيليوال سيلز دي عباره عن ايه؟ موديفايد او اكتيفيتد ماكروفيج موديفايد او اكتيفيتد ماكروفيج خلاص؟ وصفها شكله عامل ازاي؟ بتبقى دايما السيتوبلازم بين بينك واباندنت والنيوكلاس اكسنتريك اوف زيكلر. يبقى الابيثيليوال سيلز بتبقى السيتوبلازم اباندنت وبين بينك والنيوكلاس اكسنتريك اوف زيكلر يعني في الطرف وفي زيكلر. الجان سيلز هنا بتبقى لانجهان تايب يعني بتبقى النيوكلاي اخد شكل هورس شو هورس شو فمالتيبل واخد شكل هورس شو دي اسمها لانجهان جان سيلز. مين هي لانجهان جان سيلز؟ فيوزد ماكروفيج فيوزد ماكروفيج. طيب مين هو الكيميكال ميديتور المسؤول عن جان سيلز فورميشن وابيثيليوم سيلز فورميشن؟ طب لوكيليا 1 وتشن كروز فاكتور مين المسؤول عن جان سيل فورميشن والابيثيليوم سيل فورميشن؟ مين هو الكيميكال ميديتور اللي بيعمل ابيثيليوم سيل ولانجان جان سيل؟ مين؟ انت في رول جامعة اساسا واللي بيأكلك مين التي ان اف صح؟ تيومر نيكروز فاكتور اكتر. طيب ممكن انت اي حاجه نظري اللي انت تلعبها يكون مذاكرها جاي نفسك ليه خلاص. هو دايما بيقعد يقول الاسئله يا جماعه الريتم العملي بس فالبوس ده يجي لك شويه حاجات نظري برضه فخدوا بالك.
فدايما كل حاجه يعني مثلا وانت بتذاكر في بلوزز ذاكر موضوع في بلوزز ذاكر الانسيونز ذاكر كل حاجه اللي انت بتشوفها ذاكر المفروض لايف يا عم دلوقتي امتحان الباثولوجي عندك 30 وعندك 10 فانت كده كده وانت بتذاكر العملي والفرق بينهم 6 ايام ذاكر جزء من النظري اللي في العملي فاهم يعني في الكلوز بذاكر كله مره واحده سايكلوز ذاكر سايكلوز كلها مره واحده فاهم لو موضوع مثلا ملوش سلايد ولا جارت خليه 6 ايام طيب دي اسمها نون تجديد الجنوب او سايكلوز تتميز بايه بقى كمان انه في نوعين الجهاز ده بيبقى فيها حاجتين كلكم عارفينهم دي اسمها ايه؟ دي اسمها استرويد بادي ودي اسمها شومان بادي دي اسمها استرويد بادي ودي اسمها شومان بادي الاسترويد بادي عباره عن ستار شيبد انكلوجن موجوده جوه الجهاز والشومان بادي عباره عن لامينيت كالسيفيكيشن جوه الجهاز خلاص دي اسمها استرويد بادي ودي اسمها ايه؟ شومان بادي ودي اللي جوه الجهاز خلاص الزينوفيليك ستار شيبد بادي بنسميه شوم بنسميه استرويد بادي ودي لامينيت كالسيفيكيشن بنسميها شومان بادي يبقى استرجلوز بعرفها ازاي؟ ادي كبسولة اهو كبسولة دي لنفوتش كده عرفت انها بيت فوق طيب بعرفها بان الاقي فيه تشوبيلتر اهو التشوبيلتر دول بيتميزوا بانهم ايه؟ كتار وصغيرين ومحددين وقد بعض اهو شايفين التشوبيلتر تقريبا معظمهم قد بعض وصغيرين ومحددين كل التشوبيلتر هي واحدة اهي اهو تقريبا قد بعض ومحددين وانس كمسكرايبت ابيثيليوال سيلز جانزة يعني الابيثيليوال سيلز دي جانزة الابيثيليوال سيلز خد بالك كل دول ابيثيليوال سيلز الابيثيليوال سيلز ما بنشوفش كل خلايا لوحدها بيبقوا عبارة عن مجموعة من الخلايا لازقين في بعض والسيل ممبرين ما بقاش باين السيل ممبرين ما بقاش مستني فده الابيثيليوال سيلز بتستخدم لها الميزينوفيلك النيوكلاس اكسنتريك وزاكبر والسيل ممبرين اند ستيج ما بتشوفش كل خلايا لوحدها انت بتشوفهم على بعض بوتشا بانج فالبوتشا البانج دي كلها ابيثيليوال سيلز وفيها نيوكليار اما اللي في النص الغامق قوي دي جانز فالجانز ده اغمق من الابيثيليوال سيلز مين دي جانز ولا ابيثيليوال؟ لا جانز جانز طب دي مين؟ ابيثيليوال سيلز ما بتشوفش كل خلايا لوحدها طب ده مين؟ فايبروبلاست وفايبروبلاستيشن فيها فايبروز كتير خلاص دي مين؟ استرويد بادي دي مين؟ شومان بادي يا بتعرف على استرجلوز ازاي؟ ليمف نود عارف يعني ليمف نود؟ مالتو بيلدين سمول ويل ديفايند بيلدين يعني انتو بيلدين اهم شايفين كتار وصغيرين ومحددين ومبعتلين اهم حاجه مفيش كنزيشه خالص مفيش اي كنزيشه وكروز لا بالليك ده مش تبعنا بقى طيب فيه ده لازم ده مين ده ده اللي فوق تيجي في الباك جراوند ده الفلوت لازم ده اللي هو النورمال دكتور ها معلش سلايد السيلز ثاني بس اخر مره بعد اذنك فرق شكرا دكتور دي بيديوار دي شان دكتور اه اللي بيديوار زي الاكسل ايه سلبات الجينيتك واليوم لك اكسل والمستقبل والسيل ممبرين اند ستيل مش باين الليمفوسايت هنا خد بالك هو اللي بيقول عليها نيجاتيف جرانيلوما يعني الليمفوسايت دي ما بتبقاش كتيره ما بتبقاش كتيره الفرق السلوان بقى ده بتكامل ايه بيثيليوال جايلوما برضو بيثيليوال سيلز
ولانجهانج عن سيلز. لكن زيادة على سيكلوزن في ايه؟ كالزيشن ديكروز. ده كالزيشن بقى. الكالزيشن بيبان بونش لونها باندي غامق اغمى من الانفيدولي. يبقى الانفيدولي بيبان لونه باندي فارغ. الكالزيشن بيبان لونه باندي غامق مستراكشن. مش بانه عام. مفهوش نيوتيال كده. خلاص؟ يبقى خدوا بالكم. ده الانفيدولي ده. ده الانفيدولي لونه فارغ. اللون الغامق ده كالزيشن. ده كالزيشن. هنا ده كالزيشن في السنتر. وده الانفيدولي. طيب هنا لسه ما فيش كازيشن في الصوره. الكازيشن الاعمى فنيجي بلود. الكازيشن الاعمى الكازيشن ده اللي هو لونه غامق ده اللي ده غامق ده الكازيشن ده غامق ده الصوره العامه ده غامق فاتح ده اللي ده الكازيشن ده هي هم لا 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 الصورة دي ده أساسا تصوير من تصوير كتاب الصورة مثلا على بعض ليه تصوير فينو ليه تصوير أحد كده فدي الصورة اللي عندكم في الكتاب اهو شايفين ده مين اغمى مين لو ده كازيشن اغمى خلاص احنا ببساطة يا جماعة احنا مش قلنا النيكروز يبقى فيه انكريز الايزوفيليا ولا ديكريز الايزوفيليا وايه سبب انكريز الايزوفيليا في النيكروز نص السيتوبلازميك ار ان ايه كونتريت مالي وفيوزين ودي نيتشر سيتوبلازم بروتين عيب قوي لما تبقى وصلت شهر 12 وتقول لي النيكروز لونه فاتح النيكروز لا ما بيقولش كده هو مشاور بس ما عنديش لونه فاتح خلاص نيكروزز يبقى لازم يكون لونه بامبي غامق لان النيكروز فيه انكريز في الايزوفيليا خلاص طيب هنا ده الشبلوز شبابك هتنفع دلوقتي شايفين هنا بصوا هنا ده كل ده ايبيثيليوري سيلز دي ولا كازيشن ده؟ برافو عليك ده ايبيثيليوري خلاص لونه بقى ده وابتدي كده منعرف كده شويه ده برضه ايبيثيليوري ولا كازيشن؟ ايبيثيليوري اذا الصورتين دول شبابك هتنفع دلوقتي بس لسه الكازيشن مش باين طب مين شرط يقولي انا ليه قلت عليك بروزس في الصورة دي قلت لي بروزس رغم ان الكازيشا لسه مش باين في الصورة بالظبط لان هما احنا قلنا السيركلوز بيبقى ايه بقى؟ بتبقى صغار ومحددين صغار وكتار ومحددين وقد بعض تقريبا هل دول قد بعض؟ في فريسة في السايز وبعدين مع بعض صغيرين دول كبار دي مثلا دي تذكروا دي تعمل بلوز ولا سنتروز تجربة ولا سنتروز كبير انا اول تشارك دي شايل لا طب ليه قلت عليها في بلوز الصورة عم يقول الكتاب اللي بتحبوه ده عادية برضه تبقى بلوز ليه قلت البلوز معايا مش كبير هو يا بلوك الكبير الكبير والصغير والمتوسط وكل حاجة خلاص طيب دي تبقى بلوز ولا سيركلوز؟ سيركلوز اولا قال لي كبسول اهو كبسول ده ولا مش كبسول؟ دي الفولتي شايف نقطة أساسية دي تبقى بلوز خلاص طب فين الكازيشن؟ بدأ يظهر لي هنا اهو على الشمال بدأ شوية خلاص ده أنا محطوط في الفرد أسأل الكازيشن الكازيشن مش جامد مش بيه لا يا دكتور 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 لا يا
لا هي افتح افتح عشان البلاي اصلا ما فيهاش بلاي البلاي اصلا فيها مش باينه عشان كده دي اهم هو عكسها هو عكسها اقول لك ما تزعلش لا جهاز ده لا انت لا 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 كبسول ودي عباره عن ايه دي بتكسر كلها ولا دي عشان في كتير اهو لا عشان هم مش قد بعض ومش كده بعرف الجمهور اللي فيه لاعب بيقول مالتو والبيل ده انتوا في كازيشن اهو او كازيشن اهو وده كازيشن برضه اهو عشان في كازيشن اهو غامق واللي بيتلوز ده حوالي فات لا لا وفات انا فاتح ومش انا فاتح تيبي كلوز تيبي كلوز دي تعتبر ايه جراني لوما كرونيك سبيسيفيك جالوما يعني كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن خلاص تعملوا بكتيريا اسمها باك برجام تيبي كلوز او بنسميها اسيد فات فاسيد بار سبب من سبيشال سيل اسمها موديفاي زي 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 كورونيك سبيسيفيك انفلاميشن طبعا كورونيك سبيسيفيك انفلاميشن يعني جرايلوما وجرايلوما يعني كورونيك سبيسيفيك انفلاميشن بعد كده عندنا راينوسكلروما 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 دي عباره عن ايه برضه جرايلوما يعني كورونيك سبيسيفيك انفلاميشن راينوسكلروما جرايلوما يعني كورونيك سبيسيفيك سؤال اسمها ايه البكتيريا اللي بتعملها كليبسيلا رايلوس كلوروميرس كليبسيلا رايلوس كلوروميرس طبعا لو جاب لك في المادة مش هنحط حط لك رايلوس كلوروميرس هحط لك كليبسيلا بس لان لو حط لك رايلوس كلوروميرس هغششها طيب 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 شايفين دي عباره عن هيستو سيتيك خد بالكم اكتبوا كلمه هيستو سيتيك جايلوما هيستو سيتيك جايلوما الجيلومة دي هيستوسيتيك جيلومة يعني كلها هيستوسايت اهي الهيستوسايت هنا بيحصل فيها هيدروبيك سويلينج فبنسميها ميبليك سيلز خلاص دي اسمها ايه دي كاركترستيك سيلز اسمها ميبليك سيلز مين هي الميبليك سيلز عبارة عن موديفايد هيستوسايت عبارة عن هيدروبيك سويلينج في هيستوسايت مين هي الميبليك سيلز هيدروبيك سويلينج في هيستوسايت او في مانوفيلز حاجة تانية في حاجة اسمها راس البالز اللي هم الحمر دول يبقى الخلايا الشفافة دي ومنيوكلا دي اسمها ميكروكس أما الخلايا الحمر دي اسمها ايه راس البالز مين هي راس البالز حرارة تشينج في البلازما سيلف due to accumulation of neoglobulins in the cell of endoplasmic reticulum خلاص مين هي راس البالز حرارة تشينج في البلازما سيلف حرارة تشينج في البلازما سيلف نتيجة accumulation of neoglobulins في the cell of endoplasmic reticulum المرض ده اسمه ايه راينوس كلوم يبقى عندي تو كاركترستيك سيلز واحد اسمها ميجنيك سيلز وواحد اسمها راس البلد والميجنيك سيلز شفافه وبنيوكلاس وعباره عن هيدروبيك تشينج في فيتو سايد اوف ماكروفيج هشوف لينفوسايد وهشوف فايبر تيشو وهشوف سكومات ابيثيليا ده سكومات ابيثيليا وده فايبر تيشو هو لما هشاور لك على الميجنيك سيلز دي على راس البلد خلاص مليانة هيستوسايت بنسميها هيستوسايت جايلوما عشان مليانة هيستوسايت الهيستوسايت اللي هي الماكروفيج الهيستوسايت اللي هي الماكروفيج طيب
دي الرانوس روما. ما تنساش انها جراني روما. رانوس روما ده مش تيومر، ده جراني روما. فرامل انفسيتك انفراديش تعملوا بكتيريا اسمها الترسيال رانوس رومات، فيها تو كاركترستك سيل، واحدة اسمها راس البادي واحدة اسمها ايه ميكوليك سيل. هاي رانوس روما، هذه ميكوليك سيل، وهذه الميكوليك سيل، ودي دي راس البادي. اه شايفين بعرفها ازاي الرانوس روما؟ خلايا شفافه كده وفيها نيوكليا في النص، خلايا شفافه وفيها نيوكليا في النص، يعني كلها ميكوليك سيل. طب ليه ما قلتش على الصوره دي تيجي بروزس مثلا؟ ما فيش ولد فعال جاي لهم، يعني في حاجه محدده، فدي محددين. خلايا شفافه وفيها نيوم نفس النص. اه عايز سكان استراتفاس كومنت دي ده مواد ايه؟ الخلايا الشفافه والنيوكليس. النيوكليس؟ رانوس كروما. في دكتور يقول لهم النيوكليس. رانوس كروما ولا مش رانوس كروما؟ اه الخلايا الشفافه بالنيوكليس في النص. محرزه باين. الخلايا الشفافه بالنيوكليس في النص. خلاص ايه؟ خلاص الخلايا الشفافه بالنيوكليس. لا دي حته واحده. لا 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 يعني لازم تشوف بورتا تراك. هل انت شايف بورتا تراك عندك هنا؟ ما تقولش لا انا مش شايف بورتا تراك. فين بورتا تراك؟ ايوه صح. صعبة شوية. استرسلت شوية فيها. ما هو دي خلايا شفافة اليوم. والغامل ده ليه صعب. ما يبقى فيها ميكس الكوليك من الراجل سنجا. مين الحمرة دي؟ راس البادي. ومين دي؟ طبعا الصورة دي واضحة أول ما تيجي تيجي كويس أوي في الامتحان إنها واضحة دي نيجليكسين ودي راس البادي. ودي المساعدة الأنسجة. يعني بتقول حد شايف راس البادي؟ باينة جدا. حمرة. أيوه. ودي نيجليكسين. وارد تيومر ده عبارة عن تيومر بيطلع من براز الجلام. بناء عن تيومر بيطلع من براز الجلام اسمه وارد تيومر. طيب كم لابس؟ 73 طالع من براز الجلام. إذا يبقى لازم أشوف عندي إيه نورمال براز الجيشم. ده نورمال براز الجلام أسلاي وده الكارسون. فين ده؟ ده الكارسون. ده 5 صفحات. النورمال براز الجلام أسلاي بتبقى دايما خلايا كده لونها بنفسجي. قولوا 100. طيب اه 100 تعال. طيب الورد التيوب ده عباره عن ايه؟ بتلاقي سنتنج سبيس، سنتنج سبيس لايننج اللي فيها احمر كده وعامل بابين. شايفين سنتنج سبيس لايننج اللي فيها احمر كده وعامل بابين. اه سنتنج سبيسز وفي مبادئ للبروجكشن لايند باي كولاندر ايبيثيليم ولو ايزينوفيليك سيتوبلازم. سيتوبلازم احمر جدا بنسميها اونكوسايت. بنسميها اونكوسايت لما تبقى خلايا حمراء كده بنسميها خلايا اونكوسايت. خلاص شايفين هنا الاستروما بتبقى عباره عن اجريجيشن اوف لينفوسايت وبلازما سيلز. نوع البنفسجي كده اجريجيشن اوف لينفوسايت وبلازما سيلز فبتشبه الليمف نود لان بتبقى عامله لينفوليك. يبقى اذا لحد دلوقتي ايه اللي بشوف في الوارد التيومر؟ الوارد التيومر ده تيوب بنعلي تيومر بيطلع في البارود الجلاند فلاقي نورمال بارود التيشو اهو وكبسوله ولا انه بنعلي. بتكمل ايه التيومر ده؟ سنتنج سبيسز وفي بابين بروجكت جواها اللايننج اللي فيها الكولامنر
وزينو فيليكس هيتولد جدا فبنسميه اونكوزايت. الاستروما هي عباره عن اجريجيشن اوف ليمفوسايت وبلازماسيت وعامله ليمف فوليكل. طيب هتلاحظوا ايه؟ ان دي تعتبر جلاندوستروما. بس ايه بقى؟ دايما الجلاندوستروما بتلاقي الاستروما فايبرس فبقى لونها او ماسكولار فبقى لونها بامبو، والابيثيليوم هو الازرق. هنا انتوا شايفين العكس، الاستروما بنفسجي والابيثيليوم احمر. يبقى كل الجلاندوستروما بتلاقي الابيثيليوم كده لونه ازرق والاستروما فايبرس بتبقى لونها بامبو. هنا معكوسه، الاستروما هي اللي بنفسجي والابيثيليوم احمر تبقى دي ورطه الجمعة. أو ادي باروتت ادي سيلف ابيثيليوم فيلي. أو الابيثيليوم احمر اللي بسميه اونكوسايت والاستروما بسميه الليمفوت. بنسميها اونكوسايت. كل ده تشوف ده دي خلايا تشوف. أو الابيثيليوم احمر اهو والاستروما شايل الليمفوسايت. دي كونجكت بلاند. اهو شايفين هنا اهو بنلاقي كده جلاندوستروما الابيثيليوم احمر والاستروما نفسجي تبقى مين؟ برضه دي كلها عباره عن جلاند لايف بالابيثيليوم احمر بنسميه اونكوسايت وجواها سكريشن. اي جلاند يبقى جواها سكريشن. الابيثيليوم احمر والاستروما نفسجي. ايه عشان الباك جراوند الفويس مشابه للنفس الاكتر. طيب اهو شايفين باك جراوند شبه الليمف نود الفور تيشو والابيثيليوم احمر تبقى دي على طول 1 في 2 وده سيبريشن. يبقى بعرفه ازاي 1 في 2 مان سيرتك سبيس وبالبيدي تبقى الايزينوفيليك ابيثيليوم والليمفويد كور. خلاص سيست وبالبيدي الكفر بيبقى لايند باي ايزينوفيليك ابيثيليوم اهو والاستروما نفسيك تبقى دي على طول 1 في 2. الاسنان لما توسع شويه في بقى كده اوتو ميون ديزيز بنسميه هاشيموتو ثايرويدايتس. هاشيموتو ثايرويدايتس ده هاشيموتو ثايرويدايتس اوتو ميون ديزيز بيحصل في الثايرويد جلاند. اوتو ميون ديزيز بيحصل في الثايرويد جلاند. فلما يجي السؤال عليه هيقول لك ده ويتش تايب ده بيكون عارف ان هو ايه اوتو ميون. طيب بيتكلم من ايه؟ بيحصل انه السيلز بتاعت الميون سيستم بتهجم على الثايرويد جلاند. مين هم السيلز بتوع الميون سيستم؟ الليمفوسايت والبلازما سيلز والهيستوسايت. الاكتف بلازما سيلز الثلاثي دول الليمفوسايت والهيستوسايت والبلازما سيلز بيتجمعوا يعملوا ليمف فوليكل ويز برومنال جيرمال سنتر. ده ليمف فوليكل ويز برومنال جيرمال سنتر يعني السنتر بيبقى فاتح شويه. حاجه ثانيه الليمفويد تيشو سيلز دي بتكسر الثايرويد اسينايد فتلاقي الثايرويد اسينايد بقت اتروفيك وديستروي. شوف الثايرويد اسينايد بقت صغيرين جدا اتروفيك وديستروي. وبعض الثايرويد ابيثيليال سيلز اللي لسه ما ماتتش بيحصل فيها حاجه اسمها هيرسل سيل تشينج يعني تلاقي الثايرويد بتاعها بقى اسينوفيلك قوي فبنسميها هيرسل سيل او بنسميها اسكنازي سيل. دي كاركترستيك كده انه الابيثيليال بتاع الثايرويد فولك اللي ما ماتش بيحمر بيغضب ويحمر. اما يغضب ويحمر كده بسميه ايه؟ بسميها اسكنازي سيلز او هيرسل سيلز. خلاص يبقى هشاور لك هنا عشان تقول له دي اسكنازي سيل او هيرسل سيل يعني فوليكولار ابيثيال سيل بقى السيتوبلازم بتاعها ايزنوفيليك قوي. طيب ومين دي؟ ليل فوليكل وبرومال جيرمال سنتر. ودي مين؟ ليمفويد تيشو. هتلاحظوا هنا ايه الفرق بينه وبين الجويتر؟ ما هو الجويتر كان ثايرويد بارك. ايه الفرق بينه وبين الجويتر؟ نفس الكونسيبت كلويد. الجويتر بتلاقي الثايرويد اسنان كبار مليانين كلويد. اما هنا بتلاقي الثايرويد اسنان صغيرين اتدمروا فمعظمهم صغير جدا. والكلويد اللي فيه قليل. كلويد قليل. وبعدين معاهم ليمس ليمفويد تيشو. فلما تلاقي الشريحه كده فيها نصها ثايرويد ونصها ليمفويد تبقى هاشيموتو. جزء منها ثايرويد وجزء منها ليمف نود تبقى هاشيموتو. اهو بص اهو شايفين ثايرويد على جنب وليمف نود على جنب تبقى مين؟ هاشيموتو. شوف الثايرويد اتكسروا ازاي؟ هقولك دي مين؟ ده ثايرويد وده مين؟ ليمفويد تبقى هاشيموتو. اوتو اميون ديزيز. اهو هنشوفها دلوقتي حالا. ده الليمف نود اهو الجيرمال سنتر وده مين؟ الثايرويد اسينايد.
هنا الإبيثيليوم ده الإبيثيليوم في التلوين الأسماك بسميه أسكنازي تيل أو هيرسي تيل. هنا بين أحسن بقى دي اللي الفول تيسو ودي الأسكنازي تيل. شوف الإبيثيليوم بتاع التلوين الفولكينج بقى محمل شوية وكبير. الإبيثيليوم بقى سيتولاز مع باندز ومحمل شوية فبسميه أسكنازي تيل أو هيرسي تيل. الثيرويد تيشو والليمفويد تيشو تبقى دي على طول اسمول. دي مين دي لو سوي لك عليهم مين؟ اسكنازي سيل. ودي مين؟ الليمفويد فولكينج والبرونال جنرال سنتر. ده مين؟ كلويد. خلاص؟ طبعا الامتحان كله على الكمبيوتر اللي هيبقى مالتيبل تشويس، يعني هو عشان يقول لك كلويد ولا ليك ولا فتعرف على طول. خلاص هسوي لك عادي يقول لك دي اسكنازي سيل ولا ايبيثيليوم سيل ولا نيكلوك سيل ولا ايه؟ خلاص؟ فهيبقى سهل قوي يعني.